السلام عليكم. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة الأردنية عمان بهدف إحياء مشاورات السلام بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. مصادر مقربة قالت إن ولد الشيخ سيلتقي العاهل الأردني لبحث الأزمة اليمنية وتكثيف الجهود الإقليمية لوقف الحرب في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وموقف الأطراف اليمنية من الأفكار التي يحملها ولد الشيخ في جولته. بعد مرور عام على اختتام جولة المحادثات السياسية بين الحكومة والميليشيا في الكويت بدون إحراز تقدم يذكر، تعود الجهود الدولية للبحث مجددا عن الحل المستعصي في اليمن. في أغسطس من العام الماضي انفضت جولة محادثات السلام التي استمرت قرابة 4 أشهر، والحل الذي كان يجب أن يكون شاملا وقتها عاد الآن حلا جزئيا يتعلق بميناء الحديدة وقضايا فرعية أخرى، فيما تأجل الحل الشامل إلى أجل غير مسمى. نتابع النقاش بعد التقرير. مسارات عديدة لإحياء الجمود في سلام اليمن. إحدى هذه المسارات شقها الاتحاد الأوروبي الذي أوفد سفيرته ماريا أنتونيا كالفو إلى صنعاء في زيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي رفيع منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. المعلومات التي رشحت من أوساط السفيرة كالفو تشير إلى أن سقف تحركاتها في صنعاء لن يتعدى مهمة إقناع الإنقلابيين بالآلية الأممية لإدارة مدينة ميناء الحديدة، مهمة تحشر الإنقلابيين في زاوية المقترح الأممي الذي يعتقد المراقبون أنه يختبر جدية هؤلاء الإنقلابيين في إنهاء التداعيات السيئة للحرب. المبعوث الأممي من جهته يمضي في حشد التأييد الإقليمي والدولي لمقترحه بشأن ميناء الحديدة، والذي يسعى التحالف إلى أن يبني عليه حلاً سياسياً شاملاً يمثل مجلس النواب أحد أدواته المهمة. حط المبعوث الدولي في العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يجري لقاءات عالية المستوى مع القيادة الأردنية، وهناك التقى أيضاً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي أكد بدوره دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي، لكنه شدد في المقابل على ضرورة إلزام مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح بمتطلبات السلام. المحطة التالية للمبعوث الأممي هي الرياض التي سيلتقي فيها الرئيس هادي على الأرجح في وقت تتواصل فيه الجهود على المسار التشريعي وسط استمرار تحدي النصاب القانوني الذي حال حتى هذه اللحظة دون انعقاد مجلس النواب الشرعي. السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أفصح على نحو غير مسبوق عن أن بلاده لا تمتلك نفوذا على الأطراف اليمنية لفرض وقف إطلاق النار، لكن السفير تولر الذي كان يتحدث لإذاعة أمريكية اعتبر أن ما تقوم به بلاده في اليمن هو البحث مع الأطراف اليمنية في المنفى ووضع وسائل فريدة ومبتكرة من أجل البقاء على اتصال مع الحلفاء في داخل البلاد. مسارات التحرك عديدة، لكن زاوية النظرة تزداد حدة في نظر المراقبين بتركيزها على جزئية واحدة من حل ينبغي أن يكون شاملا ونهائيا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المتحدث باسم الحكومة راجح بادي من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، مرحبا بك أستاذ راجح. جولة جديدة لولد الشيخ هذه المرة في المنطقة من أجل الأزمة اليمنية، ما هو الجديد الذي يحمله؟ نحن حقيقة ننتظر قدوم السيد إسماعيل ولد الشيخ خلال اليومين القادمين إلى الرياض لنسمع منه نتائج زيارته لمسقط ومشاوراته مع الأشقاء في سلطنة عمان، وحينها سنعلن الرأي العام ماذا يحمل السيد إسماعيل ولد الشيخ. نعم، ولد الشيخ أتى إلى الرياض ربما أكثر من مرة أستاذ راجح، ولكن لم يتم أن يلتقي بالرئيس أو حتى بمسؤولين في الحكومة. هل هذه المرة يعني تم التنسيق وستلتقي الحكومة والرئاسة بولد الشيخ؟ لا بالعكس، السيد إسماعيل يعني نحن في الحكومة نرحب به، وكلما يأتي إلى الرياض أو إلى عدن يلتقي بالمسؤولين في السلطة الشرعية سواء فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أو نائب الرئيس أو دولة رئيس الوزراء أو معالي وزير الخارجية، الكل يلتقي مع السيد إسماعيل. نحن حريصين على إنجاح مهمة السيد إسماعيل، لأننا أكدنا دائما أن هذا الرجل يحمل نوايا طيبة تجاه اليمن، ونحن حريصين على إنجاح
مهمته، ولذلك قدمنا له كل التسهيلات، لكن في المرات السابقة يتحمل الحوثي والحوثي وميليشيات تحالف ميليشيات الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة إسماعيل، سواء يعني الجولات التي يقوم بها أو المبادرات التي تقدم بها أو المشاورات التي أجريت في الكويت أو أجريت في سويسرا والتي كانت برعاية من الأمم المتحدة وإشراف مباشر من السيد إسماعيل. كل هذه الجولات التي تمت في اللحظات الأخيرة يتم إفشالها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، لكن نحن بالنسبة لنا في الحكومة حريصين على إنجاح مهمة السيد إسماعيل وقدمنا له كل التسهيلات، ولعلكم تتابعون تصريحات ومواقف ولم يتم يعني من قبله ما يؤكد ما ذكرتم في سؤالكم. نعم، هل قبلت الحكومة خطة ولد الشيخ بخصوص الحديدة؟ بالنسبة لمقترح الحديدة نحن رحبنا بالأفكار التي قدمت وتأكدنا للسيد إسماعيل. المجتمع الدولي موقفنا المؤكد دائما على أنه الحل السياسي هو الحل الأمثل، ونحن مستعدون للتشاور والتفاوض حول هذا المقترحات بشأن ميناء الحديدة، لكن للأسف الطرف الآخر يعني حتى هذه اللحظة لم يثبت على موقف محدد. أحيانا نجد موقف من طرف ميليشيات الحوثي يناقض موقف حليفهم صالح، وحتى صالح يعني بالأمس بعد يعني معلومات عن يعني موافقته ولو مبدئيا للتفاوض بشأن الخطة، نفاجئ أمس بتصريح يعني ساخن القيادي في حزب المؤتمر يحيى دويد يؤكد رفض هذه الأفكار ويشن هجوم عنيف على هذه الأفكار. نعم أستاذ رجح، ألا تعتقد أو كما يقول البعض بأن البحث عن حلول جزئية مثل الحديدة يعني على وجه التحديد تنتقص من سيادة الحكومة، وهي عبارة عن اعتراف غير معلن بسلطة الميليشيا في صنعاء وانتقاص من سيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؟ نحن مع أي حلول تخفف من الوضع الكارثي والإنساني الذي يعيشه اليمنيين، خاصة في ظل المدن والمحافظات التي لا زالت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح. نحن لدينا هدف رئيسي وهدف كبير وهو إنهاء هذا الانقلاب وتحرير كل المدن اليمنية وعلى رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، لكن هذا لا يعني أن نقف مكفوفي الأيدي أمام المعاناة الكبيرة والإنسانية التي تتفاقم في هذه المحافظات التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا التدهور الفظيع والمريع في هذه المحافظات، سواء الوضع الصحي أو الإنساني أو التمويني أو الغذائي. ميليشيات الحوثي نحن نبحث عن أي حلول وعن أي يعني اتفاقات تخفف من هذا الوضع الكارثي. نعم، الجولة المباحثات التي كانت في الكويت ربما اليوم هو انقضاء عام على يعني انطلاق هذه الجولة وأن الذكرى الأولى لمباحثات الكويت، كانت كما تعلم ويعلم الكثير أن مباحثات الكويت كانت هي عبارة عن حل شامل للأزمة اليمنية، فيما الآن ربما الجهود بدأت تنصب لبحث عن حلول جزئية. هل يعني هذا أن البحث الآن قد توقف عن حل شامل وأصبح الحلول الجزئية هي المطروحة حاليا على الطاولة؟ كما قلت لك الوضع قبل عام يختلف عن الوضع الآن. الوضع الآن الإنساني في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات يزداد تدهورا يوما عن يوم نتيجة سيطرة ميليشيات الحوثي ومنعها لوصول المساعدات الدوائية والإنسانية إلى أبناء هذه المحافظات، رفضها التعاون مع المجتمع الدولي ومع الحكومة من أجل صرف رواتب الموظفين المدنيين في هذه المدن. الآن المجتمع الدولي يعني شعر أنه نتيجة هذا التدهور الإنساني المتصاعد في هذه المحافظات أنه لابد عن بحث يعني حلول تخفف من النتائج الكارثية لهذا الوضع، ويعني للأسف الشديد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني مؤشرات جدية لدى تحالف الحوثيين وصالح بتقديم أي تنازلات
أو تعاون مع المجتمع الدولي ومع المنظمة الدولية من أجل تخفيف هذا الوضع الكارثي في هذه المحافظات، وبالتالي تزداد معاناة اليمنيين في هذه المدن وفي هذه المحافظات. وكما قلت لك أن المسؤولية يتحملها تحالف الحوثي وصالح. نعم أستاذ راجح، إذن يبدو أن الرفض هو الواضح الآن والذي طرأ من الانقلابيين، وكما تحدثت أنت باسم يعني ما تصريحات دويد بأنهم يرفضون هذه الخطة الخاصة بالحديدة. إذن أنتم في الحكومة، الخيارات الآن المتاحة لديكم والتي ستتفاوضون وتبحثون فيها مع المجتمع الدولي؟ نحن كما قلت لك مع أي جهد يهدف إلى تخفيف معاناة اليمنيين في أي مكان ولإنهاء معاناتهم بشكل أساسي، لكن هذا لا يتناقض مع هدفنا العام وهو إنهاء الانقلاب وتحرير اليمن من هذه الميليشيات. لكن في المقابل سنتعاون كما تعاوننا سابقا مع أي مبادرات إنسانية، مع أي مبادرات يعني تخفف من معاناة اليمنيين في أي مكان مهما كانت هذه المبادرات. وعلى رأس هذه المبادرات هي المبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل. نحن حريصين كل الحرص على إنجاح مهمة السيد إسماعيل ولد الشيخ، وقدمنا خلال العامين الماضيين كل الجهود وكل ما يمكننا من يعني من تنازلات من أجل إنجاح مهمة السيد إسماعيل، لكن للأسف الشديد كل تلك الجهود على مدار عامين التي قام بها السيد إسماعيل، يعني للأسف الشديد كل هذه الجهود الجبارة التي بذلها خلال مهمته في اليمن والتي أوشكت على الانتهاء قوبلت بتعنت حوثي، يعني انتهى في نهاية المطاف أصبحوا يطالبوا يعني بتغيير هذا المبعوث. نعم أستاذ راجح، في أقل من دقيقة أختم معك فقط وأودعك. تحرك الحكومة الأخير وأيضا ممثلة برئيس الحكومة أحمد عود بن دغر وزيارته للمحافظات المحررة وزيارته أيضا لجبهات القتال في المخا كان مؤخرا وأيضا في محافظة أبين، ألا يعزز هذا من يعني ورقة الحكومة للتفاوض أمام أي مفاوضات مع المجتمع الدولي وبأن الحكومة أصبحت أقوى من الماضي؟ بالتأكيد الرسالة الأساسية طبعا التي يحملها تواجد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والزيارات التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء لأكثر من محافظة سواء أبين سواء تعز، والآن هناك خلال الأيام محافظات أخرى سيزورها دولة رئيس الوزراء، يؤكد لليمنيين وللعالم أن الحكومة هي السلطة الوحيدة الموجودة في المناطق المحررة وأن سلطة الحكومة يوما عن يوم تتعزز، وأن بقاء الحكومة وبقاء المسؤولين في هذه العاصمة عدن وفي المدن المحررة هو بقاء دائم وليس مؤقت لحل كل الإشكاليات، ويؤكد أن الشرعية الوحيدة في اليمن هي شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وشرعية هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الحكومة الأستاذ راجح بادي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم إلينا الآن من مأرب الباحث والمحلل السياسي عدنان هاشم، مرحبا بك أستاذ عدنان. اهلا وسهلا بك عزيزي وبضيفك الاستاذ راجح بادي وبالمشاهدين الكرام. مرحبا بك استاذ عدنان. جوله جديده لولد الشيخ تتزامن مع وصول رئيسه البعثه الاوروبيه في اليمن الى صنعاء، هل تشير هذه التحركات ربما الى جهد دولي جاد هذه المره لبحث الازمه اليمنيه؟ اعتقد ان المجتمع الدولي يحاول بشكل او باخر ان يغلق ملف اليمن باي طريقه ممكنه. خلال الفتره الماضيه لم تكن كان المجتمع الدولي ايضا متحركا بشكل، لكن الواضح انه ظهرت هذه التحركات يعني على السطح. كان هناك مؤتمرات موجوده في بروكسل وايضا في برلين وفي باريس وايضا في روما. الاطراف التابعه للسلطه الحكومه الشرعيه وايضا للحوثيين وعلي عبد الله صالح كانت اخرها موجوده في برلين، وعلى اساسها تحركت المسؤوله الاوروبيه بالوصول الى الحوثيين واشبه بالخروج بنتائج لما تم التوافق عليه في تلك المشاورات والمداولات التي تعقد باسم مؤتمرات لمناقشه حلول الازمه اليمنيه. نعم. اعتقادي بان الوضع في اليمن يذهب نحو حل جزئي او باتجاه سلام سيكون بنهايه 2017. خلال هذه المده الوضع الانساني سيتدهور بشكل اكبر، لكن لا يمكن ان نعني بان هذا السلام الهش سيعود بانه لن يعرف مؤسسه الدوله بشكل كبير. نعم استاذ عدنان، رفض الانقلابيين ربما لخطه ولد الشيخ الجديده تزامنت ايضا مع زياره المسؤوله الاوروبيه، هل تعتقد بان زياره المسؤوله الاوروبيه
تأتي في هذا الصدد وقد ربما تعمل تسهيلات من أجل إنجاح هذه المهمة؟ أعتقد بأن الحوثيين هم حاجة إلى ضمانات مثل ما يحتاجها حبيب عبد الله صالح فقط، ولذلك المسؤول الأوروبي هي جاءت إلى صنعاء من أجل هذه الضمانات. سبق رفض الحوثيين وجود ولد الشيخ في صنعاء وقالوا بأنه غير مرحب، لذلك جاءت المسؤولة الأوروبية ولا كان بالأصح أن يكون ولد الشيخ هو الموجود في صنعاء. أما ما سيدفع الحوثيين للموافقة على خطة الحديدة أو خطة حل شامل كما يصفها ولد الشيخ هو الضغط الذي يتعرض له التحالف الهاشمي الذي مع صالح الذي بدا يظهر بشكل اكبر خروقات كبيره بين الحليفين، اضافه الى ان الضغط الاقتصادي على جماعه الحوثي وعلى عبد الله صالح بشكل كبير مع انعدام الايرادات والضغط المضاهي الموجودين داخل صنعاء والمحافظات الخضراء في سيطرتهم مع انعدام وجود الرواتب. عمليه الفساد ايضا هي ضغط على جماعه الحوثي، لان هذه عمليه الفساد التي تتم داخل العاصمه والمحافظات الاخرى تضغط باتجاه اشباه مخاوف من انفجار هؤلاء الناس والموظفين مع شعور الناس بالجوع. نعم. أعتقد بأن هذه هي مسألة الحوثيين للموافقة وليس زيارة المسؤولية الأوروبية. المسؤولية الأوروبية هي زيارة من أجل المباحثات حول نفس الموضوع، نعم، لكنها أيضا هي اطمئنان أكبر للحوثيين وعلى عبد الله صالح. نعم، الضمانات التي تحدثت عنها أستاذ عدنان التي ربما يطالب بها الحوثيين والرئيس المخلوع من الاتحاد الأوروبي برأيك ما هي؟ أعتقد أنهم سيطالبوا أولاً بوقف تار من 2016 والذي ينص على العقوبات، من أن يرفع علي عبد الله صالح ونجله وعبد الميت الحوثي وعبد الخالق الحوثي وأيضاً أبو علي الحاكم من قائمة العقوبات، إضافة إلى أنه سيطيع أن يكون الحوثيين هم جزء من هذه التشكيلة لسلطة الحديدة بشكل أكبر، وأيضاً بشكل أن يكونوا جزء من حكومة الحوثي الوطني، بمعنى أن هناك أشبه بعملية هيكلة دولية لإنجاح حل يعيد نظام ما قبل 2011 مجددا. نعم. لكن باعتقادي بأن هذه الخطة وهذا الحل الشامل هو يتجاهل المظالم المحلية التي نشأت أصلا بعد عام 2011، فهذا التجاهل أعتقد بأن الحرب ستعود مرة أخرى وبأنه هو تأجيل مؤقت لهذا الحرب لالتقاط الأنفاس ولتسوية الأوراق المحلية وإقليمية. نعم. لاحظنا أستاذ عدنان بأن هناك ربما تصريحات لبعض مسؤولين في الانقلاب عن دور أوروبي محتمل للأزمة اليمنية، هذا الدور ما هي ملامحه من خلال متابعتك؟ أعتقد أنه بدأ منذ فترة، من تقريبا منذ زيارة ميركل إلى السعودية والإمارات والحديث عن بادرة ألمانية أو عن ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن، وتحدث ايضا المبعوث الخاص لايطاليا لليمن تحدث بشكل مؤكد بان هناك مبادرات من هذا النوع للاتحاد الاوروبي منذ فبراير او مارس الماضي، بدات هذه المشاورات وغرف المشاورات تتحدث علنا عن وجود مشاورات بين التيار الثاني والثالث من الحوثيين ومقربين من السلطه من الحوثيين وبين الحكومه الشرعيه. هذه المبادرات او ملامحها هي تشير ايضا الى ضغوط امريكيه روسيه من اجل حل المساله، امريكا هي تريد حل هذه المساله وتظهر نفسها كانتصار في اليمن بين حاله الازمه الانسانيه. نعم. وايضا روسيا تحاول ان تظهر نفسها بانها ما زالت قائده في الاقليم وبانها تحاول ان تؤثر بشكل كبير في ازمه المنطقه وانها ليس دورها فقط سلبي الدعم بشار الاسد وانما هناك ايضا دور ريادي وكبير في 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 السلام. نعم. في اليمن. نعم. بخصوص الأفكار التي يطرحها والد الشيخ أستاذ عدنان حول مصير ميناء الحديدة، تبدو الحكومة الشرعية ماضية باتجاه الموافقة عليها، باعتقادك إذا ما وافقت الحكومة عليها ما هي المحددات التي ربما تجعل موقف الحكومة يعني يقبل بهذه الخطة؟ أعتقد أن الحكومة هي قد وافقت على الخطة بشكل كبير وأنها تدعو إلى تنفيذها. الحديث حتى وزير الخارجية أمس تحدث نفسه بكلام واضح بأنهم موافقين على الخطة، ولكن كلام راجح بعدي قبل قليل عندكم تحدث أنه هناك تأكيد موافقة من الحكومة على مسألة خطة ميناء الحديدة. أعتقد بأن خطة ميناء الحديدة صحيح أنها ستوقف مسألة الأزمة الإنسانية بشكل مؤقت في اليمن، لكنها ستلغي السلطة الشرعية وهدفها أيضا النقل البنك المركزي إلى الأردن أو تحت سلطة دولية، إضافة إلى إيرادات من ميناء الحديدة، هو أيضا كما يطرح عليه عبد الله صالح ومبادرة مجلس النواب ويقدمها الحين الراعي بأنها تكون للموانئ جميع الإيرادات أن تورد إلى هذه إلى هذا البنك الذي سيعزز وتحميه الأمم المتحدة وتعززه. أعتقد بأن الأمور خلال الفترة الماضية تدخل دولي أكبر في اليمن، وهناك أيضا مصالح كبرى. الاستراتيجية الروسية بدأت تتغير منذ تعيين سفير الرئيس عبد الرحمن منصور هادي في موسكو،
هذه الاستراتيجيه وتغيرها تعني بان هناك دور دبلوماسي اكبر لروسيا في اليمن سيكون عبر هذه النقطه. ايضا التغير الامريكي والذي يحاول ان يتحدث عن وجود دور اكبر في اليمن خلال الفتره القادمه، وبالتاكيد يعني ان هناك حل يتم ابرامه في المجتمع الدولي وسيقدمه كقالب جاهز الى اليمن. نعم، الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عدنان هاشم، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. أختار ولد الشيخ أن تكون عمان المحطة الثانية له في جولته، هل تعتقد أن هذا مرتبط بدور أردني محتمل للأزمة اليمنية؟ يعني هناك رغبة للمبعوث الأممي بأن يشرك أكبر أطراف لها تأثير على الأزمة في اليمن، ومنها المملكة الأردنية. نعرف أن الأردن له علاقات طيبة مع معظم القوى السياسية في اليمن، كما أن له تاريخ في الوساطة اليمنية، نذكر اتفاقية العهد والاتفاق وقعت في عمان. ولهذا ربما المبعوث الأممي يحاول أن يستخدم هذا النفوذ الأردني للدفع بالأطراف اليمنية نحو المبادرة الذي يطرحها الآن المتعلقة بميناء الحديدة. نعم، ربما نحن الآن مر عام على المحادثات التي كانت في الكويت أستاذ عبد الناصر، والجميع في اليمن لا زال يبحث عن حل، وبينما كانت أيضا المحادثات في الكويت تبحث عن حل الأزمة، تعود الآن جهود لبحث حلول جزئية بعيدا عن الحل الشامل. كيف نفهم الأمر أستاذ عبد الناصر؟ يعني نفهم الأمر بأنه فشلت الرؤية الكاملة بإيجاد حل كامل وشامل للأزمة. الآن يحاول المبعوث الأممي البحث عن حلول جزئية علّه ينجح فيها ومن ثم ينطلق إلى حلول أكبر من هذا، لكن أعتقد حتى هذه الحلول الجزئية حتى الآن غير ممكنة التحقق. نعرف أن قضية الحديدة والمشاكل المتعلقة بميناء الحديدة حتى الآن ليس هناك اتفاق على مقترحات ولد الشيخ، كما أنه ليس هناك من تفسير واضح لمقترحات ولد الشيخ. الحكومة بتفسرها بأنه انسحاب من محافظة الحديدة، بينما ما يصدر عن المبعوث الأممي يتحدث فقط عن ميناء الحديدة، وبالتالي هناك فجوة واسعة حتى في فهم هذه المبادرة. نعرف أن الحوثيين رافضينها، وعلي عبد الله صالح وأنصاره مواقفهم متناقضة وغير مفهومة حتى الآن فيما يتعلق بتعاملهم مع هذه الأزمة، مع هذه المقترحات. ولهذا حتى هذه المقترحات الجزئية حتى الآن لا يبدو بأن لها أي أفق أو أي إمكانية للتحقق، ومن ثم نقول بأن الأزمة ستتحلحل من خلال الحلول الجزئية الصغيرة. نعم أستاذ عبد الناصر، ربما اليوم كان هناك تصريح للسفير الأمريكي في اليمن بأنه لا يوجد لدى الأمريكان يعني القوة لفرض أي حل على أي طرف في اليمن، برأيك إلى ما يشير هذا التصريح في هذا التوقيت؟ يعني هذا بيشير إلى تحليل واقعي للوضع، للإمكانات الأمريكية. صحيح الولايات المتحدة ليس لديها القوة كما يتخيلها البعض بأنها قادرة على فرض حلول في اليمن، لديها نفوذ على دول التحالف ولديها نفوذ على بعض الأطراف داخل اليمن، لكن أولا ليس لديها رؤية واضحة للحل بحيث أنها تحاول أن تفرضه على الجميع. إضافة إلى ذلك الملف اليمني في الوقت الحالي هو ملف بأيدي القوى الإقليمية، وتحديدا المملكة السعودية، الإمارات، إيران، الولايات المتحدة لحد ما بعيدة عن الحلول، أو أن لديها رؤية واضحة ولديها الرغبة بتطبيق هذه الرؤية. لاحظنا في الإدارة السابقة، إدارة أوباما، عندما حاول وزير الخارجية
أن يفرض رؤية معينة، فشلت هذه الرؤية، وهذا يشير فعلا إلى أن الولايات المتحدة أوراقها في الأزمة اليمنية على الأقل حاليا أوراق ضعيفة، لكن بحكم أنها دولة عظمى هي تستطيع أن تفعل دورها في الوقت الذي تريد، وتستطيع أن تضغط على حلفائها إذا أرادت أن تفرض رؤية معينة للحل في اليمن هي تستطيع، ولكنها في الوقت الحالي لا أعتقد بأنها تريد أن تقوم بهذا الدور. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، تقبلوا في ختامها تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.